السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتوفر العديد من الوظائف لمختلف المؤهلات في عدة مجالات. الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتعلن عبر مواقعها الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لجميع المؤهلات في مختلف المجالات. طبعا دي الصفحة الرسمية والموقع الرسمي لوكالة الوزارة لخدمات التمييز الإدارة العامة للخدمات الصحية المملكة العربية السعودية وزارة الدفاع. من ضمن المسميات الوظيفية ممرض أو ممرضة عام، مطور وسائل متعددة، طب الطوارئ، طبيب مقيم طوارئ، طبيب مقيم كلى، محلل أعمال، مبرمج كمبيوتر، مطور أو مبرمج، مشغل كمبيوتر، مدير تطبيقات، مدير مكتب، أخصائي مشتريات، مشغل سنترال، أخصائي علاقات موظفين، أخصائي رواتب، معلم منهج بريطاني علوم، أخصائي توظيف، أخصائي إحصاء، معلم منهج بريطاني عدة مراحل، أخصائي علاج تنفسي، مقيم باطنة، مراقب موارد، أمين مستودع، أمين عهدة، أخصائي إدارة المشاريع الاستراتيجية، أخصائي عقود، أخصائي قانون، أمين صندوق، مسؤول منافسات، مأمور ملفات، مدخل بيانات، منسق إداري، مقدم طعام، محلل، طباخ سباك، أخصائي سلامة، ممرض قانوني، رسام معماري، مدير جودة، أخصائي تموين، أخصائي مناقصات، والعديد من الوظائف يمكنك الاطلاع عليها. ممكن تشوفها على الصفحة الرسمية للموقع. إذا أردت التصفح تضغط هنا وتتنقل بين الصفحات. دي الصفحة الثانية، ودي الوظائف: محلل الأعمال، مبرمج كمبيوتر، مطور مبرمج، مشغل كمبيوتر، مدير تطبيقات، مدير مكتب. مثلا لو هتقدم على هذه الوظيفة محلل أعمال، طبعا انت تشوف الوظيفة المناسبة للمؤهل والخبرات الخاصة بك، تضغط عليها تفتح لك هذه الصفحة. المهام والواجبات تقوم بترجمتها الى اللغة العربية، بتقرأ وتشوف ايه الواجبات والمهام المنوط بها، المهارات، المؤهلات المطلوبة. هنا نوع العمل، طبيعة العمل، تفاصيل الوظيفة في اليسار تجدها هنا. إذا أردت التقديم على هذه الوظيفة اضغط على تقدم الآن هنا في الأسفل أو في الأعلى، بتفتح لك الصفحة الموجودة أمامك دي. تكتب البريد الإلكتروني وكلمة السر إذا أنت أصلا عامل حساب وليك أكاونت على صفحة وكالة الوزارة لخدمات التمييز الإدارة العامة لخدمات الصحية. هنا يبقى بتكتب البريد الإلكتروني وكلمة السر إذا كان ليك حساب. إذا نسيت كلمة السر تضغط هنا وتبدأ في الدخول. طب انت اصلا ما عملش حساب، تبدا في عمل حساب، انشئ سيرتك التاليه، سيرتك الذاتيه، ننتظر قليلا حتى تفتح معنا الصفحه. تفتح معنا الصفحه هكذا. هنا نقوم بكتابة البريد الإلكتروني، كلمة السر، كلمة السر مجددا، الاسم، تاريخ الميلاد، اسم العائلة، الجنس، اسم الجد، اسم الأب، الجنسية، كيف سمعت عن الموقع أو الخدمات الصحية بالوزارة. تقوم بالضغط على هنا وتختار من هذه الاختيارات. بيانات إضافية، إذا أردت إضافة بيانات إضافية. ثم إذا أردت الاشتراك في النشرات الدورية تضغط صح أو تقوم بإلغائها. آخر شيء توافق على الشروط لازم هنا. بعد كده تستطيع البدء الآن بإنشاء سيرتك الذاتية والبدء على الوظيفة التي تتناسب مع مهاراتك. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.